خيارات السبعة موسى هي الأنسب الآن للاتحاد، ورأيك بهذه الصفقة؟ الاتحاد محتاج مهاجم، هذا شيء أكيد. عانى في المباريات الأخيرة خصوصا من غياب الهداف بشكل كبير. مباراة العدالة لو كان في لاعب هداف كان ممكن تحسم الاتحاد. اللاعب صراحة إحصائياته الأخيرة ما تعطي مؤشر كبير على انه اللاعب في جاهزيته الكبيره. ممكن اكيد اداره النادي تواصلت مع اللاعب، تاكدت من جاهزيته بشكل كبير، من وضعه الصحي والبدني قبل التعاقد معه. اذا كان اللاعب في كامل جاهزيته بيضيف للاتحاد. الاتحاد يمر مرحلة خطيرة جدا ويحتاج لاعب جاهز من أول مباراة يقدم الإضافة، وإن شاء الله أن اللاعب يكون جاهز أن يقدم الإضافة من أول مباراة، لأن بدون مهاجم هداف الاتحاد حيعاني كثير خصوصا أمام المنافسين اللي ينافسون الاتحاد في المراكز ما تحت الوسط. يعني فالاتحاد يعني هذه المباريات اللي لازم ينتصر فيها، وبدون هداف ما تقدر تنتصر فيها. طيب محمد، يعني